في داخل كل منا قصة يرويها ومشاعر يخفيها، وتبقى راكدة حتى تتعثر في رياح الحياة فتنثرها على هيئة ردات فعل ومواقف. وفي هذا السياق نتطرق اليوم للاستشارة العاطفية الشخصية بين الأزواج مع المختص جولان كومار. أهلا وسهلا بك، أهلا فيك يا وعد، شرفتني. تسلم. جولان كومار من الطب الهندي، عالم يوغا للكبار وللأطفال، إلى عالم الاستشارة الشخصية العاطفية بين الأزواج. بداية، ماذا تقدم في هذه الاستشارة؟ أعطيني شرح مفصل للمشاهدين. حلو أنه بكل مجتمع موجود اليوم في عمود البناء تبع المجتمع، فعمود البناء تبع أي مجتمع هو الزوجية. الزوجية أهم عنصر بالمجتمع، لما في زوجية سليمة في مجتمع سليم، وكل إشي رح ينتج من الزوجية هاي رح يكون سليم، الأطباء، المهندسين، أي فرع كان بالمجتمع. فعنصر مهم جدا بالمجتمع، ومن خلال تجربتي بحياتي الزوجية كان عنصر الاستشارة مع طرف ثالث مهم جدا وكثير ساعدنا بحياتنا الزوجية. فبعدين حبيت أكون أنا العنصر هذا بحياة الزوجية تبع الآخرين. شو ممكن تقدم للناس اللي بيجي عندك في الاستشارة العاطفية للأزواج؟ الاختصاص اللي أنا اختصيته فيه كثير نظريات وشغلات وهيك، بس أهم إشي أنا بحب أقدمه هو أكون شخص موجود للطرفين. مهم جدا بالاستشارة الزوجية أنه الشخص يكون محلول عاطفيا ونفسيا مشان ما ياخذش جنب بين الطرفين، اللي يظلوا موضوعي عاطفي، فهمان الآخر، شاعر مع مشاعر الآخر، بس بنفس الوقت موضوعي بين يعني أنت الاثنين. عمليا في الاستشارة بتكون حيادي، لا تنحاز لأحد من الأطراف، بتسمع أها عمليا وهيك بتشوف الوضع، من أيوة، بعدها أنت بتتدخل عاطفيا. بالضبط، بدخل نفسي إمتى ما لازم أدخل، وحتى كثير كمان وهيك، بس بصورة اللي تلائم الطرفين وبصورة كمان اللي ترفع الطرفين. هل بتحس في إقبال على هذا الموضوع؟ هل الوضع اللي احنا عايشينه اليوم في أزواج بالفعل تأخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار، تتوجه لهيك ناس مختصين في الاستشارة؟ أكيد، وخاصة الفترة اللي احنا عايشين فيها اليوم، ففي ثقة حلوة جدا، استيقاظ رائع جدا، والناس اللي بتجي ما عادش مثل قبل، زوجتي بعثتني، لا الناس بتجي وعن جد بدها تشتغل على نفسها. يعني بتيجي مع وعي كامل ان احنا عن جد حابين وحابين نجرب ال كان بالماضي بمجتمعنا يعني الذهاب إلى الطبيب النفسي شيء عيب، الذهاب للاستشارة الزوجية شيء عيب. اليوم الوضع الموجود اليوم عم بيخلي الناس بصورة طبيعية تدور على حلول، لأنه عن جد الناس معنية أنه تحافظ على زوجيتها، وعم بتشوفي الإحصائيات اللي موجودة اليوم من ناحية يعني الزواج. بتشعر اليوم في عنا وعي أكثر لهي الأمور نسبة للماضي؟ انفرض علينا الوعيها، انفرض علينا. انفرض علينا أن نزيد وعينا، لأنه المشاكل عم بتزيد وحساسيات الناس عم بتزيد، فمش سهل اليوم، وخاصة الشباب الصغيرة هاي اللي عم تتزوج بسرعة عم شوف كمان نسبة طلاق كبيرة طبعا. أيوة، لأنه تصورهم عن الزواج هو تصور معين يعني اللي بعدين بلاقوهوش بالحياة الزوجية، ولما يذوب الانجذاب الجسدي والجنسي والشغلات هاي وتطلع المشاكل الحقيقية ويطلع عدم التناغم بين الطرفين، العلاقة ممكن تنكسر بسهولة إذا ما كانش فيه استشارة زوجية. طب يعني عمليا هنا ممكن الزوجين اللي وصلوا لمرحلة معينة ما فيش تفاهم، يعني عن جد ممكن الاستشارات هاي ممكن عن جد تعطي أو تعطي هيك ضوء جديد لحياة جديدة. لا شك، وخاصة كمان لما الحياة الزوجية مبنية على الأطفال وعلى الأولاد، وبعدين الأولاد بيطلعوا من العش، فبيضل الزوجين مع بعض، بيضل عدم التفاهم أو عدم التناغم موجود، وبيصير يطلع أكثر وأكثر. فكتار أزواج يعني بسن معين بعد سن 40 خاصة، لما الأولاد بيكبروا وبيطلعوا من البيت بيشعروا عدم التناغم هذا، وساعتها إذا هني أذكياء بيعملوا صفحة جديدة بالحياة الزوجية، ببرمجوا الحياة الزوجية من جديد، بيلاقوا المعادلة المضبوطة من أو جديد. طرق جديدة اللي ممكن يتأقلم أكثر. أيوة، وكمان يفهم يصلحوا نفسهم أو يفهموا حالهم أكثر، ويفوتوا على الحياة الزوجية شخص جديد. يقال ما بتقدريش تدعسي بنفس النهر مرتين، لأنه النهر دائما بتجدد.
فإذا بنجي على الحياة الزوجية مي راكدة العفن راح يطلع، فلازم يكون على طول بسموها تطور progressive، يعني دائما عم نتطور، دائما عم نشتغل على حالنا. شعلة الحياة، شعلة الحب دائما لازم تشعل. كيف ممكن نعمل شعلة الحب من الأزواج اللي انطفت، طفتها المشاكل الضغوطات؟ ممكن الأبناء يعني اليوم خلينا نحكيها في صعوبة بالكلام الجميل لبعض، كيف ممكن أنا أعيد إشعال نيران الحب ما بين الزوجين؟ هاي مسؤولية شخصية لكل فرد منا، ويشوف البيت اللي إجا منه، إذا البيت كان دافي عاطفيا، إذا كان في حنان، إذا كان في عبوطة، إذا كان في مجاملة وحب، إذا كان الكلمات الحلوة تطلع من يعني انت الأهل كمان نحو ترجع الولد. كمان لعنصر التربيه، ان احنا أكيد ممكن الرجل اللي ما تعود في بيته كمان انه أول ياخذ المرأة حريته انه يبكي أه. او انه يعبر عن مشاعره، فلما يتزوج فتصدم الزوجه بانه مش رومانسي، خلينا نحكيها أو هيك. الزوج يصدم إنه الزوجة كمان ما بتعرفش تعبر عاطفيا. يعني الاساس هو فالاثنين تربيه أيوة كيف مسؤولية على تربيها. اثنين. ولما النشأة سليمة والنشأة متوازنة والتركيبة تبع الأنا تبع كل شخص سليمة، فالمعادلة مضبوطة، معادلة حلوة. الباقي بس الجهد تبع الاثنين، يعني من ناحية اقتصادية واجتماعية، إنه الجهد كيف من يقدر الطرفين عمليا، إشي إنه على كيف الرجل يقدر والمرأة. يمسكوا البيت. بس الصحبة العاطفية والحنان العاطفيها والتعبير العاطفيها لازم يكون عند كل رجل وعند كل مرأة قبل دخول الحياة الزوجية. في العلاقة الزوجية ما هو المطلوب، الحكمة أم الصدق؟ مرات بحاجة إنه نكون حكيمين ومصدقين، والزوج هو اللي عن جد حتى لو ما غلطش بيقول آسف، مشان يدعم الآخر، مشان يرفع الآخر. طب في رجال تعتبر أن كلمة آسف هي ضعف، هاي مع الذكور، بس مع الإناث عالم ثاني. يعني اليوم أنت بتحكي لزوجتك أنا آسف إذا أنت غلطت أكيد بحقها؟ أكيد. وإذا هي غضبانة كمان أو منفعلة أو شغلات، بحاول إنه ما زيدش الزود، بحاول إنه أحتويها مشان يعني أنت أربح. عمليا هون كمان في تنازل، أنك أنت شفت زوجتك ثائرة مش بالضبط تنازل، أنه إلا اثنين حكمة. نتنازل لبعض معين. بالعكس، هاي مش تنازل، هاي مكان نضوج. أنا مش عم بخسر، أنا عم بربح مكاني كناضج، شخص ناضج، وعم بربح الشخص الثاني، عم بكسب قلب الشخص الثاني. لأنه الأنثى عند الانفعال وعند العواطف والمشاعر، والرجل لازم يكون عبوي أو مرتبان منيح ليحتوي المكانها، والأنثى هي العسل بالحياة، والرجل لازم يكون مرتبان سليم. إذا هو مرتبان مكسور، فالعسل ها رح يجري لتحت، مش رح يكون في عسل بالحياة الزوجية. فحتى لو الزوجة منفعلة أو غضبانة أو عم تحكي بصوت عالي، لازم نحط على جانب الطفل الموجوع من الماما والبابا والشغلات هاي، ونكون الشخص الناضج ونحتوي وجع الشريك اللي قدامنا. إذا احتوينا وجع الشريك اللي قدامنا، ما شفناهوش سيء وما خدناش منه وما كناش مهددين، رح نربح إنه نشفي الشريك، نشفي وجعه. شو معنات الحياة الزوجية؟ الرجل يشفي الأنثى والأنثى تشفي الرجل، هاي هي العلاقة السليمة طبعا. لا شك. ما هي طب هاي في هون كمان رح يحكوا لك انه طب ده بتحكي انه الحياة هي بين الزوجين هي حكمة، طب شو مع الصدق؟ ما نكون صادقين؟ أكيد أكيد. بس مرات حتى لو يعني أنت معك حق، أو يعني مرات أنا معي حق مثلا بشغلة معينة، بس إذا بدي عند أنه معي حق، بدي أخسر شريكي أو بدي أخسر الحياة الزوجية. فبالحكمة بنلاقي الخط الوسط. لما الشخص الثاني اللي قدامنا بيكون أكثر متواصل مع نفسه، ساعتها بيفهم صدقنا وبيفهم مكان نحن كنا فيه مظبوطين. بس ما نحاولش نجيب بسموه البينج بونج. أنا هيك وأنت ترد هيك، وأنا أنت أرد، عملت هيك أنا راس عملت هيك، براسك أيوة عمليا. راسه براس، هم عاقر، مش راح يجيب لنا نتيجة. فبين طفلين عم بيتغاوشوا، واحد لازم يكون ناضج ويحتوي الثاني ويساعد الثاني يرتفع من فوق شرطياته اللي جابها من طفولته اللي هي موجعة شو مع شرطياتها. الإيجو عند كل شخص فينا؟ الإيجو المظبوط هو الأنا. لما الأنا مظبوط، معناته الأنا شفاف وعم بلقل الحب للآخر وعم بتبادل الحب بصورة سليمة. لما الأنا مشروط إنه ما بيحبونيش غير إذا معي مصاري، ما بيحبونيش غير إذا أنا حلوة شغلات، فها إيجو مشروط. ساعتها بدي يصير أجمل بالخارج مشان يحبوني وأنسى الداخل. يعني عمليا المشاعر هي بالآخر هي الصادقة، وهي اللي بتعمل ردة الفعل، وهي بتعمل هاي الحب. الأنا أيوة. بالبداية الانجذاب هو جنسي وجسدي لا شك، والانجذاب بعدين عاطفي ونفسي، يعني برتاح لتفكيره، برتاح لتفكيرها، بيعجبني وجهها، بيعجبني شعرها، بيعجبني مكانته الاجتماعية، شغلات هاي. بس هاي مش راح تحمل الزواج لكثير سنين، لازم تنبني من خلال الشغلات هاي، لازم ينبني رباط عميق.
بين الزوج والزوجة. فبداية الحياة الزوجية أول 6 أشهر 7 أشهر شهر عسل، صح؟ صحيح، كله بتعرف على بعض أيوة. أكثر وبنشوف بعض أكثر. فهون الحكمة إنه اثنين يبنوا صحبة ويتعالوا من مشاكلهم ويساعدوا الآخر يتعالى من مشاكله. المشاكل هي إنه كيف ما بنعرفش نحب، هاي المشاكل. فلما الثاني، لما الزوجة زعلانة من زوجها، لما الزوج زعلان من زوجته، هو زعلان من قلة الحب. ممكن كمان هو مش عم يعطيها حب. ممتاز، معناته هون مكان الشغل تاعه الشخصي، ومكان كمان للزوجة تدعمه تعلمه معنات الحب، ومكان للزوج يعلم الزوجة كيف يتبادلوا الحب. طب اليوم في هيك مقولة تقال دائما بحكوها، أو إنه هيك الرجال بين أصدقائه بحكيها، إنه أنا بشعر نفسي مع زوجتي بنك، والزوجة بين رفيقاتها تحكي كمان إنه أشعر نفسي أنا خادم للبيت. شو بتحكي للطرفين اللي بيحكوا هذا الحديث؟ بقول لهم زوجيتكم بخطر، كيف يعني؟ لأنه العلاقة الحميمية بين الزوجين، العلاقة اللطيفة هاي، مش الإشي اللي لبر، إلا العلاقة اللطيفة هاي، الصحبة المرهفة هاي بين الزوج والزوجة، هاي عمود الحياة الزوجية. وإلا اثنين يعني شراكة بغرفة أو شراكة ببيت. شو ممكن اليوم كمان احنا نعمل اشي هيك خطوة بسيطة للشريكين اللي خلينا نحكيها اليوم فش بيناتهم هيك علاقة قوية؟ وهذا كمان طبعا كمان سؤالي اسا، ما هي الأسباب التي أدت لفتور العلاقات العاطفية بين الأزواج؟ عدة مسببات، وبالأخص لما في مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، ظروف نفسية صعبة حول البيت، ممكن كمان تأثر على البيت. فإذا الزوجين بدهم يحافظوا على زوجيتهم وبدهم يحموا زوجيتهم، وهذا السؤال مهم جدا، إذا أيوة بدي يحافظوا لازم طبعا. يكون في مكان اللي ينزووا فيه اثنينهم ساعات خلال اليوم أو الليل، اللي يحكوا فيها، اللي يعبروا عن يعني أنت عواطفهم، بتحكي على ساعات هيك لحظات اللي هي ممكن يعيشوا اللحظات الحب اللي لازم يكون فيها صراحة. صراحة. في خلال اليوم المناوشات اللي بتصير، واحد بيساير الثاني وشغلاته هيك، بس بالفعل لما بنقعد مع بعض الزوج والزوجي لازم يكون في قمة الصراحة، وكل شخص يتناولوا شغلات اللي صارت خلال اليوم ويتحاوروا عليها، وكل واحد يبين وجهة نظره بالموضوع. لازم الزوج يتعرف على كل تركيبة زوجته، مش بس على جسده، تركيبتها المرأة مش الداخلية. جسد طبعا فقط، أكيد المرأة هي مشاعر. أكيد، مشان هيك هو مش بنك، مش لازم كمان يعتبر هيك حاله مش بنك. خادمة، فكمان المرأة لها دور، انك لو بتأرجينك انت مش خادم، انت أنثى ايوه، ولازم هي مشاعر. تتعرف على الذكر اللي عندها وتتعرف على عالمه الداخلي، واذا عنده احتياجات عاطفيه معينه فهي الدواء. صحيح مزبوط. حكيت جملة كثير مهمة عن الأزواج وعن المشاكل اللي بتصير. الصراع الحقيقي من خلال الاستشارات اللي انت بتعملها، الصراع الحقيقي بين الأزواج شو هو؟ الصراع الحقيقي اللي عن جد هو سبب مشكلة كبيرة في العلاقة، وهو اللي بيسبب خطر في العلاقة الزوجية، شو هو الصراع الحقيقي؟ الأنانية، الأنانية؟ أيوة هون الإيجو الغلط، مش الإيجو المظبوط، الإيجو الغلط. لما في ذكرين عم بيتناوروا عم بيتغاوشوا واحد ضد الثاني من المسيطر، ساعتها الحل هو واحد ينهي الثاني. بس لما في ذكر وأنثى وكل واحد عارف شو مكانته بالزوجية وشو بيقدر يعطي للزوجية، من المسؤول عن الذكاء العاطفي، عن الطيبة، عن الحنية، عن الأمور هاي، ومن المسؤول عن مسؤوليات البيت كرجل يعني. بس هاي بترجع كمان لنشأة التربية، أيوة كل واحد نشأة كيف الرجل نشأ في البيت. ونشأة المرأة. الرجل لازم يكون عنده عصامية معينة، لازم يكون عصامي اقتصاديا، عصامي اجتماعيا، عصامي نفسيا قبل ما يفكر بخطوة الزواج. والأنثى لازم يكون عندها الحنكة هاي أو المعرفة هاي كيف تدير، ذكاء عمليا. الذكاء العاطفي كيف تدير بيت، والسياسة هاي كيف تتعامل مع الزوج وكيف توصل لقلب الزوج. بس هو كأنك بترمي الحمل على المرأة لحالها أكثر. بالعكس طب هو الرجل أيضا ملان عواطف، ممكن بالعكس يكون هو كمان زي الأنثى. أكيد أكيد أكيد. وهي الناحية إنه الأنثى ما تشوفوش بس الاي كيو يعني الذكاء بس الرجولي، الا تشوف كمان عنده المكان العاطفي. بس بمجتمعنا العربي، من تجربتي كرجل عربي الولد بهذا المجتمع،
الحياة الزوجية هي المكان اللي خلى عندي أو من ملى عندي المكان العاطفي، يعني الذكاء العاطفي، واللي ساعدني فيه هو زوجتي. زوجتي شغلت عندي ذكائي العاطفي، وهي شو بقولوها أجمل هدية عطتني إياها. ومن جهة ثانية أنا عطيتها الثبات، شو بقولوها الحماية، بنت لها البيئة اللي الجدران والبيئة اللي هي أيوة اللي تحتوي هي هاي تعيش المرأة. إنه هي بتقدر تاكل الدنيا وفي وراها رجل. يعني ممكن المرأة تكون كمان هي أنثى العاطفية الرومانسية لما تكون البيئة اللي هي فيها، خلينا نحكيها بيئة خصبة، صح اللي ممكن تطلع كل شيء جواتها، فالمرأة تحتاج أيضا لهذا الشيء. أكيد، والرجل لازم يوفر الظروف هاي مشان المرأة تطلع أجمل شيء عندها أو أطيب شيء عندها. الأنثى طالع أطيب شيء عندها، فالأنثى اللي شعري بأمان راح تطالع العواطف العميقة تاعها. بس لما أنثى شعري إنه الرجل اللي قدامها هو مش رجل، هو ابن أمه وأبوه وأمه، يعني طفل صغير بعده اتكالي، ولما مرته تعصب وتنهار هو بيقعد يرطم على حاله انه وأنا ما عنديش انظلمت حدا بحياتي وأنا وانا ضحيه وانا شغل. معناته مين بده يحتوي الانثى؟ مين بده يحتوي مرته؟ فلازم يكون رجل، لازم يقف على رجليه، يعمل مستحيل لحتى يحتوي الهيشان اللي مرته موجوده فيه، يساعدها تلاقي الثبات، تلاقي الامان، ساعتها هي راح تعطيه يعني قلبه عمليا لما أنت وكله. بتكون لها الأمان هي تكون لك المرأة المحبة، كلها مشاعر طبعا، كذلك ايوه، الأمر وهي المرأة للرجل راح تمليه بالحب، راح تمليه بالعاطفه اللي هو ناقصته. نقصته. ما هي أهمية الصحبة الزوجية؟ اهميه كبيره، مشان هيك الخيانه الزوجيه او اي شيء برات الزوجيه هو عدم صحبه زوجيه. ما فيش الالفه، ما فيش الحنيه هاي بين الزوج والزوجه، ما فيش لغه مشتركه. فأهمية الصحبة بالحياة الزوجية هي كيف إنه بكل ظروف، بكل ظرف إن كان الرجل يتعرف على زوجته، يبني علاقة عميقة مع زوجته، ويلاقي احتياجاته العاطفية والنفسية عند زوجته. بنفس الوقت زوجي تدخل لعمق الرجل، تحافظ على الرجل تاعها، تساعده يبني رجولته، وساعتها راح تلاقي كل إشي هي محتاجته من قلب الرجل، من عواطف الرجل، ومن ثبات الرجل كمان. كمان هن هنا بحاجة أكثر إنه هيك ينقطعوا عن الضغوطات اللي بعيشوها، ينفصلوا، يعيشوا لحظات اللي هي لإلهن أكثر. يعني بتنتبه الرجل والمرأة آه. عايشين بعالم آخر، يعني حتى ترتيب الأولويات اللي اختلفت. صحيح؟ ما هو هاي الناحية إنه رجل عربي موجوع من تربيته ومن طفولته ومن المدرسة ومن شغلاته وهيك، وبعدين بيتزوج وحده وبعيش حياة بينه وبين أمه وأبوه وشغلاته، بيضلوا الولد الموجوع الضحية. فلازم يبني شخصية بكل طريقة إن كانت، لازم يبني شخصية. فالنصيحة لأي شخص عم رجل يعني بالوسط العربي أو أنت بالوسط العربي عم يقدمه على الزواج، مهم جدا الشخص يكون عنده عصامية معينة. هاي كلمة عصامية حلوة جدا بلغتنا العربية. لازم يكون عنده مرتب ثابت، شغل ثابت، استقرار اقتصادي. مؤهل انه يكون زوج أيوة، يعني. ما كانش اتكالي قاعد عند أمه وأبوه عم يدخن ويشرب ويصرفوا علي وبعدين يروح يتزوج. صح، انت اليوم بدك تربي اسره، اليوم يعني برغبتك اسره وراح تكون في عندك زوجه، في متطلبات حياه. هاي اذا كانت ساعتها عن جد بدور على صحبه زوجيه. هي الصحبه ايوه الزوجيه تبدا لما المراه تشوف انه في عندها رجل مش ذكر، رجل ومتكامل، اللي خلينا نحكيها اليوم عنده مرتب عصامي عم ببني متكامل مش اتكالي. هو مش اتكالي. طبعا ليش اليوم الازواج بوجدوا صعوبه بقول كلمة بحبك أو بحبك؟ اليوم نطلع الكلمة حتى الصغار بيستصعب يحكي كلمة لبنت بحبك. ليش عنده صعوبة نحكي هالكلمة؟ كلمة بحبك يعني هي كلمة جدا جميلة تقال، ولكن بين الأزواج نفتقدها، وإذا انحكت تنحكى بدون مشاعر. رأيك شو المشكلة؟ عدم التعبير العاطفي بجاي من وجع، من وجع؟ أكيد. فبداخل كل شخص منا ناضج وكبير، أنا بسن 50 اليوم، بداخل كل شخص منا في طفل، والطفل هذا إذا كان موجوع، إذا ما نحبش، إذا كان في ظروف صعبة اللي مرقت فيه الطفل، ها راح يشغل الرجل وراح يشغل الأنثى، راح يشغل المرأة. فكثار من الناس الرجال اللي بيجوا لعندي يعني على الاستشارة الزوجية، يعني أقوى مشكلة بين مجتمعنا العربي هي إنه بيعبروش، ما بيعرفوش يقولوا لزوجتهم أنا بحبك، أو ما بيعرفوش شو بيقولوها يعملوا جو رومانسي ونغش اللي نفتقدها طبعا الأجواء يطالع الرومانسية. العواطف والمشاعر الحلوة عند الزوجي. فهون مكان للشغل الفردي، مش بس الزوجي، إلا الشغل الفردي، يعني عمالين نتواصل مع حالنا أكثر. ونشفي داخلنا.
نشفي ونشفي الماضي تبعنا، نشفي الطفل الداخلي تبعنا، ونجي على الحياة الزوجية سالمين، ما نجيبش معنا أمراض الماضي على الزوجية. طب اليوم الزوجة اللي كانت يعني مثلا خلينا نحكيها عاشت قصة اللي هي تجربة قاسية في الماضي، اللي كطفلة كانت كطفلة طبعا، وبعد ما زروع الإشي في راسها لليوم ومش عم تنفصل عن الماضي، هي اليوم بالحاضر أي نعم، ولكن هي جسدا ولكن روح ومشاعر هي في الماضي، شو بتنصحها اليوم تعمل هاي مش عيب العلاج النفسي، بالعكس هي إذا بدها يكون عندها رسالة بالحياة، لازم الرسالة هاي تكون مبنية على شخصية متزنة وشخصية ثابتة. الشخصية المتزنة والثابتة هاي راح تقدر تبنيها لما عندها العالم الداخلي تاعها محلول، ساعتها اللي هي بتكون قادرة إنها تحب، قادرة إنها تعطي، راح تكون قادرة إنه مين بدها بالدنيا هاي، وحرة من من تلقاء نفسها. الحبال الماضي اللي عم بتشدها. شو نصيحتك للأزواج بشكل عام؟ هاي الناحية هاي إنه يحافظوا على شعلة الحب نصيحتك من مليانة تجربتك بيناتهم. كجولان كمار، زوجتك طبعا يمونة، يمن نوجه لها تحية طبعا، نصيحتك من تجربتك أنت، نجاح زواجك، كيف اليوم انت قدرت انك تتواصل وبعدك بنفس المحبة كيف حكيت لي، وفي بيناتكم هيك كيمياء وانسجام جميل، من اللي تجربتك خلى انصحهم. زوجيتنا تنجح وتثمر انه اليوم عندنا معهد بأهل، وعم نستوعب ملان ملان شباب وصبايا عرب، وعم نرفعهم من ناحية اجتماعية اقتصادية ومن كل الأمور هاي، اللي عم بأهلنا نكون أهل للناس هذول، وكمان زوج متزن، هو انه بداخل زوجيتنا انتوا عايشين هذا الشيء. عايشين كمان انه انا عندي الاحساس انه ما عنديش غير زوجتي بالدنيا، وزوجتي ما عندهاش الاحساس غير انه ما عنديش غير زوجي بالدنيا. تفكيرها انه انا ما قاليش غير الشخص ها، او هي ما قالاش غيري ها، يعني بيقصر القلب بالنسبه لاي شخص منا بالحياه الزوجيه، لما الزوجي شعر شعورها او لما انا شعر شعورها نحو كيف زوجتي. حافظت على الشيء؟ شو الخطوات اللي عملتها؟ صلحنا العقبات اللي كانت بتعيق التناغم بيناتنا، لما طلعت الشغلات اللي موجودة عند زوجي أو اللي موجودة عندنا، ما قلتش إنه في مشكلة بالزوجية والمشكلة زوجتي، ما إلا كنت أناني أنت بهاي العملية، وحتى لو كنت أناني ببداية زوجيتنا، بعدين فهمت إنه المشكلة عند الاثنين الإشي بيجي مع العشرة يمكن أكثر، أكيد، ومع الخبرة تجارب المواقف. والتجارب. بس اللي خلى زوجيتنا يعني تقف عجرها بأحسن صورة كانت إنه كل واحد منا جاب على الزوجية الشغل تاعه كمان، ما لمس، جابش بس خلينا نحكي أمراضه. اللمسة كمان بتاعته، صفاته الحلوة اللي أيوة، ممكن. وكمان لما صار في شو بيقولوا عدم تناغم مبادلة الحب بيناتنا، بكل صراحة وبكل عفوية قعدنا وحكينا عن أمرها وفتحنا الموضوع. بالإنجليزي بيقولوا honesty is the best policy، الصراحة أحسن سياسي. فلما في صراحة بين الزوج والزوجي، والأمور اللي عم بتعيق الحب بين الزوج والزوجي بينحكى عنها وبينشغل عليها بالحياة الزوجية، الحياة الزوجية بس القلب هناك رح ينبض لقدام ولقدام. يعني عملية انت بتحكي زي اللي بيعمل خطة لحياته، لما ما بينجح بيعمل هيك بتطلع انا وين فشلت، فانت ايوه عمليا هيك بزواجك هيك كمان هيك عملت، وكمان انت هيك بتنصح. صح، بدل ما نأشر على الآخر في 3 أصابع عم بيأشروا علينا، ممتاز، فنبدأ نشوف كمان أنا مزبوط شاعر بشغلي عند الآخر، بس الشعور هاي جاي من وجع اللي هو وجعي أنا، الغضب اللي عم يطلع هو غضبي أنا، الإحباط اللي عم يطلع هو إحباطي أنا. بس إذا حكيت انت جملة جميلة، الصراحة صح، ولكن اليوم الصراحة تقال بطريقة أخرى، هات نحكي على الأسلوب. يعني ممكن اليوم الزوج يصارح زوجته تكون الكلمة قاسية والتوقيت مش مناسب، والزوجة مش بحالة نفسية منيحة، لانه هيك فصراحتك اليوم يعني ما لها داعي. ايوه، حسب فهي رأيك هذا هي صحيح؟ صراحه انانيه، هي مش صراحه زوجيه. الصراحه الزوجيه مش إصلاح. لما بنقعد مع الشخص وعم نحكي عملنا الداخلي من دون ما نلوم الاخر ومن دون ما ننزل الاخر، اللي عم نفتح قلبنا للشخص الثاني، عم نخليه يشعر بامان معنا مشان هو يفتح عالمه الداخلي ويشعر بامان معنا، ساعتها الصراحه هي مبنيه على رفع الاخر مش على تنزيل الاخر. بينما الصراحه وانت هيك وانا بقول لك بصراحه انت، هي صراحه مبنيه انه تنزل الاخر، يعني فهيك رح نكسر نخسر رؤوس الزوج. بعض، يعني مين الصح
اكثر عمليا، عشان هيك دائما بيحكوها الجدال هو غير محمود بين الطرفين، ومن يوم الناس اللي هي طبعا خسرت علاقتها من ورا هيك غضب، من ورا أنا هيك بخلق جدال. زملة حلوة لمنقولة لبعضنا أنا وزوجتي، إنه الضابط الحكيم ما بيتخش الجندي اللي قدامه بظهره، الجندي تبعه ما بيتخش الجندي تبعه بظهره، فأنا جندي تاع مرتي وهي جندي تاعي، فكيف أتخذ ظهره ولا كيف أتخذ رجله؟ بالعكس أنا لازم أدعم الجندي اللي قدامي مشان الرسالة تاعنا توصل لأبعد الأماكن، فهون في مسؤولية نحو الآخر. على الطرفين على أكثر. أيوة في تيم ورك، في شغل شراكي، في شغل نحن طاقم، نحن أنا أنتوا هي مش بتكملوا قصة بعض فردية، أكثر كمان. وكل زوجية لازم تكون هيك، حتى إذا الزوجة عندها شغل غير الشغل يعني الكاريرة مختلفة عن الكاريرة تبع الزوج، بس لازم الشعور يكون في شراكة التيم ورك، ها إنه نحن عندنا نفس المهمة، وهيك راح كمان الإشي هاي ينعكس على الأولاد، لما في ديسونانس، لما في عدم تناغم بين الأب وبين الأم الأولاد راح يضيعوا، يعني الأب بيقول إشي الأم بتكسر كلمته بتقول إشي ثاني، أو الأم بتقول إشي الأب بيكسر كلمته بيقول إشي ثاني، يعني فيش اتفاق حتى في تربية الأبناء، بتكونش في معناته اتفاق الله إذا يستر على مجتمعنا اليوم، لأنه مش جاي من تناغم بزوجية، فالزوجية من اليوم ورايح مع الاستشارات الزوجية اللي عم بتكون اليوم، مع انفتاح مجتمعنا العربي للشغل النفسي للشغل العميق، ومع كمان يعني نحط على جانب جنون العظمي وأنا وأنا ونشتغل شوي على نفسنا ونتعلم الحب، نتعلم التبادل المضبوط، ساعتها راح نلاقي الحب، ما جيناش كاملين على الدنيا، ممكن جينا كمان ناقصين نحكي عن جايين نتعلم. التصالح الذاتي أكثر. إذا كل طرف فينا بياخذ الإشي على شخصي، على مسؤوليته، على نفسه أكثر، إنك تعترف إنك أنت في أمور معينة أنت ما بتعرف فيها أو عندك ضعف فيها، أو إنك أنت ما كنت قد المسؤولية، فهذا الإشي كثير طبعا بيساعد بالعلاقات، صح؟ أكيد، وهون بيجي التعاون كمان، والتعاون هو مش بس أنت تعمل كل إشي كل إشي وتلوم الثاني، إلا توزع المهام بينك وبين الثاني. وكمان شغلة إنه كمان الأزواج، إذا بنيجي يوم كمان نحكيها، إنه الأزواج ما يوقفوا لبعض على كل كلمة بتنحكى. إذا بتلاحظ اليوم كل المشاكل هي حكت، أنا حكيت، فبتشعر إنه في أمور متراكمة، زي ما بيحكوها القش اللي كسر ظهر الجمل، فأخذوا هاي الكلمة، هي مش هاي الكلمة، هي تراكمات كانت. فبرضه كمان الأزواج يمكن طلعت كثير بتطلعوا على بعض في هاي قصة الأمور. لغاندي لما تغاوش وزوجته وطردها، اطلعي، وبعد شوي هيك فتح الباب ولقاها بعدها برا، قال لها بعدك هون؟ قالت له ما بدي اروح، ما عندي سيارة، قال لها فوتي فوتي. فانه بالاخر ما عندناش غير واحد الثاني، ولما بنشتغل مع انه بنغلط مرات ومع انه شغلات فيش وهيك حدا بيغلطش طبعا اليوم اكيد. اكيد، بس بنيجي لمكان اللي بدنا نصلح، بنيجي لمكان اللي بدنا نبني اشي، فمنيح الزوج كمان يعني يفهم انه مش بس زوجته بتغلط، هو كمان بيغلط، فاذا بتغلط زوجته يفهم انه مثل ما هي بدها تتقبله مع غلطه هو كمان كمان انت يتقبل مع الغلط، اذا في اغلاط معينه اللي هي مثلا كبيرة ثقيلة مثلا، وكبيرة، بس عامة بالزوجية الأغلاط مقدور عليها، أغلاط محلولة، فهون مكان لاثنين إذا ما اشتغلوش على الغلط مش راح ينضجوا كأشخاص، ما هني بعدين بدهم يبنوا شباب وصبايا اللي يطلعوا على المجتمع كاملين ومتكاملين. هني مرآة المجتمع، مرآة للأبناء طبعا. صح، فإذا هني مش ناس متكاملين مع نفسهم أو سالمين مع نفسهم، وفي بعد جوانب مظلمة اللي مخبينه وبديش الشريك يقلن عنها، فكيف بدهم يبنوا أولاد يعني أو سلالة بعدين اللي تكون سليمة؟ طب شو مع الأزواج اليوم اللي خاصة الرجال، روحي شوفي مرت فلان، هاي كثير بنسمعها، يعني من خلال مثلا لغة الشارع، يعني بنسمع كثير ناس، واحنا مع الناس والمجتمع، انه روحي شوفي مرت فلان. طب شو بتحكي لهذا الزوج اللي بيحكي هيك؟ بدك زوجي عظيم يكون زوج عظيم. هيك من الآخر انت من جبتها. الآخر، بدك مرتك تكون قمة العظمة بالزوجية، كون أنت قمة العظمة بالزوجية، ساعتها راح تلاقي. بتكون لك الأنثى، بتكون لك الأم، بتكون لك أيوة الأخت طبعا. جولان كومار شرفتني، لا تسلم. يكل ولا يمل من حديثك صراحة، الحديث كان شيق، انبسطت بجيتك، ويعطيك ألف عافية. تسلمي. عش يومك كأنك تموت غدا، لا تنتظر كثيرا الفرص والوقت لتعيش أجمل لحظات حياتك، بل اختلق أنت الوقت والفرص لتحيا بسلام دائم، فهي لم تدوم لغيرك لتدوم لك. تذكروا بأن أعمارنا قصيرة. كونوا بخير.